بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن كمساهمين في هذه الحملة التطوعية بمدينة فاس وبالخصوص بكلية الشريعة التي دأبت دائما على تنظيم هذه التظاهرات البيئية، والتي لها شراكة مع شركة أوزون، شركة النظافة بفاس. وهذه دعوة لكل المواطنين بمدينة فاس إلى المحافظة على البيئة والنظافة، وكذلك المحافظة على التوقيت الذي يجب أن يخرجون به النفايات المنزلية، لأن العمال كما نقول يعملون باكرا، لذلك وجب على الساكنة أن تقدر هؤلاء العمال، كما يجب أن تحافظ على الشوارع أن تبقى نقية. ونحن كطلبة كلية الشريعة ندعو جميع المجتمع المدني بمدينة فاس إلى المحافظة على البيئة. السلام عليكم ورحمة الله.